الصناعات الخرقة التقليدية هي من الحرف البديعة والقديمة اللي توارثتها أجيال من النساء في منطقة عريقة كوزان. هذه الخرقة المطرزة كترتضيها نساء المنطقة في المناسبات والأعراس. والطرز على الخرقة هي من الحرف اللي كتطلب الدقة والإتقان. كتستعمل فيها خيوط وإبرة خاصة وخرقة عادية كيتم الرشم عليها وتطرزها سواء بالطرق. الطرز كيتسمى الخطيفة وآخر يطلق عليها الروزانة. هاد الصنعة هادي واحد الصنعة كتشتهر بها منطقة وزان، بالخصوص في واحد المنطقة اللي هي منطقة قروية، منطقة كيقولوا لها منطقة سيد رضوان، بحيث أن هاد الصنعة هادي كيلبسوها النساء ديال المنطقة، كيديروها بزاف يعني في المناسبات، في الاعراس، في ملي كيمشيو للسوق يتسوقوا، يعني المراه دير هاد الدره هادي، كنقولوا لها الدره يعني. وهاد الدره هادي كيفاش كتصيب؟ يعني كتصيب كيكون عندنا خرقه عاديه اولا دره عاديه كيرشموها وكيطرزوا عليها. يعني كاين واحد الطرز كيتسمى الطرز ديال الخطيفه، وكاين الطرز كيتسمى ديال الطرز ديال الروزانه. إذا كان الطرز على الخرقة من الحرف أو الفنون اللي مارستها النساء المغربيات والصانعات الوزانيات على وجه الخصوص منذ زمن طويل، فما زال عليها إقبال خصوصا في مواسم الأعراس والمناسبات. وعلى الرغم من دخول آليات حديثة في التطريز، ما زالت الصانعة الوزانية قادرة على إبراز إبداعها اليدوي في هذه الحرفة، شيء اللي ضمن بقائها كحرفة تراثية متوارثة على مر الزمان. هاد الصنعة هادي عليها الإقبال بزاف يعني في المواسم كاملة، بالخصوص فصل الصيف. فصل الصيف فيها إقبال بزاف، حيت كدارنا العرايس كدار في الأعراس بزاف، يعني العروسة كدايرها نهار الحزام أو نهار البرزة، يعني عندهم عادة كيلبسوها لها وكتخرج بها وكتبرز بها، يعني عادة عندهم كدير الدرة جبلية بني مسارة. الطرز على الخرقة هي حرفة كتستاند على الجانب الإبداعي والتراثي للمكان، والإقبال والنجاح اللي ظلت محافظة عليه الخرقة الوزانية هو دليل على أن التجارب النسائية ذات البعد الإبداعي بهذه المنطقة ظلت تطمح لتعزيز مكانة الخرقة الوزانية وجعلها مهنة للمستقبل. وهذا الشيء ما كيتأتى إلا على يد صانعة طموحة وناجحة، يد المعلمة